البيت هذا عن طريق المكاتب، وانا في المكتب جابوا لي البنك. اول ما حولت راتبي على طول سلموني المفتاح حقي. نعم. قعدت 3 شهور تقريبا وهبط، صار عندي هبوط، رحت اشتكيت البنك، مرمطوني، رحت عند طريق مصرف النقد ووقفوا معي مصرف النقد، كلموهم وجو صلحوا. قعدت برضو تقريبا 3 شهور ما يقارب ونفس الحكاية، ورحت المحكمة عن طريق المحكمة وجو عند طريق المحكمة وجو صلحه برضو، خلاها مفتوحة الشيخ، قال إذا في مشكلات المرة ترجع على طول. قعدت يمكن تقريبا 3 شهور إلى 4 شهور تقريبا، وصارت يعني زي هذا الموضوع. وكم لك من 3 شهور إلى الآن؟ تقريبا 7 سنوات. 7 سنوات وأنت بالحال هذا؟ على هالحال. الله يخلف عليك بخير. الله. بس ترى وضع السكن فيه خطير جدا جدا جدا. ما مشكله، ما في على مدى الراتب كله للبنك. الله يخلف عليك بخير. اي يعني اللي يصفى يا دوب اللي يمشيني يمشي عيالي. ما فعشان كذا وانا جالسين ترى كلنا الحين في مجلس. وفي نفس الوقت ترى السكن هنا والله خطير، خطير جدا. اسحب لك هذه.